فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل، فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة فخرج، فلحقه صاحب الدار فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس، زي المجوس. نعم. وهذا الإمام أحمد رحمه الله لما دخل جاء في دعوة، ودخل رأى شيئا من المنكر وهو تحلية الكرسي بالفضة، فقال: إن هذا من زي المجوس، والمجوس هم عبدة النار من الفرس وغيرهم ممن اقتدى بهم. ونحن نهينا عن التشبه بأهل الكتاب وبالمجوس وبالجاهلية وبالأعاجم على وجه العموم، ليتميز المسلمون ويكون لهم الكيان القوي، ويكونون متبوعين وليسوا تابعين، ولله العزة ولرسوله ولأئمة وللمؤمنين، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وأيضا هذه القصة فيها إنكار المنكر، فإن أحمد رحمه الله لما رأى هذا المنكر في هذا الحفل أو هذا الاجتماع أو هذه الدعوة انصرف، ولم يجامل أو يسكت، بل انصرف وأبدى السبب في انصرافه، وهو أنه رأى منكرا. فهذا فيه أنه لا ينبغي السكوت عن المنكرات التي في الحفلات اليوم، قصور الأفراح وما أكثرها، وأن طالب العلم بالذات أنه ينبغي أن ينكر هذه الأشياء، فإذا لم تزل فإنه لا يجلس، بل ينصرف، ويكون في هذا سلامة لذمته، ويكون في هذا نكاية لصاحب الدعوة. ولو أن الدعاة وطلبة العلم والعلماء فعلوا هذا لارتدع كثير من الناس، ولكن يأتون ويجاملون ويجلسون، فانطمست الأمور وصارت عادية، صارت الأمور عادية. نعم. يقول: أنكر بقلبي. ما بلغ المرتبة هذه؟ الإنكار على ثلاث درجات: ينكر بيده إذا كان له سلطة فيزيل المنكر بيده، إذا لم يكن له سلطة فإنه ينكر بلسانه، يبين ويحذر ويبلغ، فإذا لم يجدي فإنه ينكر بقلبه، لا يستطيع بيده ولا بلسانه، ينكر بقلبه. وإذا أنكر بقلبه فإنه لا يجلس، لو أنكر بقلبه ما جلس، لكن إذا جلس هذا دليل على أنه لم ينكر بقلبه.